معي في هذه اللحظات نجم الكرة الجزائرية رفيق صيفي. رفيق، برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي المصري وسعداء بوجودك أولا هنا في مصر. أنا سعيد، مرحبا بك. تعليقك على الكرة الأندية الأفريقية والمجموعة الثانية فيها فريقين، وفاق ستيفا الجزائري ومولودية الجزائر، وأنت طبعا من القائمين على الأمور الفنية والإدارية مع نادي المولودية. هي صحيح، يعني المجموعة قوية ليس بسهلة، وخاصة عندما يكون معك منافس من نفس البلد، يعني فرقتين من نفس البلد، زيادة على المنافس الجديدة قريب، يعني نقدر نقول حتى في الحدود ما بين، وزيادة على تي بي مازامبي، يعني تبقى حظوظنا متوفرة كنفس ككل الفرق الموجودة في هذه المجموعة، حتى ولو صعبة على ما أظن عندما توصل في هذا المستوى، يعني لا يوجد فيه فرق صغيرة أو كبيرة، يعني كل واحد يلعب على حدوده وكل واحد يلعب حدوده الى اخر دقيقه، ولما لا نكون ما بين المتاهلين للدور المقبل ان شاء الله. هل مولودية الجزائر لديه حظوظ في التاهل امام الدفاع الجديدي ووفاق ستيف ديربي جزائري ومازيمبي العملاق في القاره الافريقيه؟ لدينا كل حظوظنا مثل كل الفرق، يعني كل الفرق عندها حظوظها، وكل فرق عندما توصل هذا المستوى تنافس لكي تتأهل، ولهذا على ما أظن احنا راح ننافس كل هذه الفرق المنافسة، ولما لا احنا نكون من المتأهلين للدور المقبل إن شاء الله. والدور المقبل سيكون أصعب، الأهلي والترجي وفرق عتيدة. هي على كل حال كلما تتقدم يعني في المنافسه كلما تكون الادوار المقبله تكون اصعب، لان الفرق هذه كلها فرق كبيره وكل الفرق هذه متعوده على هذه المنافسه، ولكن في منافسه مثل هذه ما عندكش اسماء او تغيرت الامور تبقى فوق المستطيل الاخضر، ونعرف ان كره القدم كل شيء ممكن، شفنا فرق صغيره اللي ما عندهاش اسم كبير ولكن تاهلت ومشات حتى للنهائي. صيفي، بتمنى التوفيق للمولودية والكرة الجزائرية في البطولة الأفريقية. يا أخوة، نتمنى لكم حتى لكم التوفيق، ونعرف أن الأهلي عندنا حبيبنا محمد أبو تريكة، نتمنى له التوفيق للفريق وإن شاء الله.